تونس والمغرب والجزائر، واكثر الفرق فوزا ببطولة الكونفدرالية الافريقية. استحواذ عربي منقطع النظير. في المرتبة الاولى بيجي اهل تونس، النجم الساحلي والصفاقسي الاتنين قد بعض باربع بطولات كونفدرالية. بعديهم بيجي فريق الرجاء المغربي بثلاث بطولات، ثم فريق شبيبة القبائل الجزائري ايضا بثلاث بطولات، وفي النهاية بيجي فريق نهضة بركان المغربي ببطولتين، اللي قدامه فرصة السنة دي ان ياخد بطولة الكونفدرالية ويعادل رقم الرجاء وشبيبة القبائل. كل التوفيق طبعا لكل فرقنا العربية في كل البطولات الافريقية والعالمية. كل التحية لأهل تونس والمغرب والجزائر.